إينوس مونتاسينوس، الكرة ملعوبة توصل إلى هينوريو. إذن إيطاليا تفتتح أول أهداف اللقاء عن طريق هامبيرتو هينوريو الرقم 6، قايل لك لاعب هداف لاعب خطاف. شوف الإعادة، يمتلك قدم يسرى قوية هذه. بروتي يتركها لكوزينيو، تصويب، الله 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 على منتخب الأرجنتين، تصويبة يسارية قنبلة موقوتة يطلقها كوزولينو على مرمى إيطاليا، على مرمى ديفيد بوتانو. شوف شوف كارديرولي سينفذ الركلة، ملعوبة، الطليان أتوا للأرجنتين بالأحزان، الطليان يسجلون الهدف الثاني، الطليان موجودين في هذا الميدان، يقول نحن أبطال أوروبا.